السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. النهاردة أنا عاوز أتكلم على قانون أنا بعتبره من أفجر القوانين، إن لم يكن أفجرها، اللي هي أعلن أو أصدرها السيسي كما تقول وكالة عربي 21، واللي لم يتم الرد عليها بشكل رسمي برغم أن عربي 21 من الوكالات الأخبارية اللي هي بتشتغل في مصر، وما وأصبح ما فيش بينها وبين النظام المصري عداوة، يعني نظرا لأن هي تتبع دولة قطر الشقيقة، اللي هي بقت شقيقة، يعني هي بقت شقيقة بالنسبة لهم، احنا يعني بالنسبة لنا كل الدول العربية شقيقة. يعني واحد يقول لي افجر، يعني هو انت كل القتل والذبح والبيع وفرهضة النيل والكلام ده كله؟ لا، انا ما بقولش اكثرهم اجراما، لكن انا بقول الفجور، السفور، يعني الوضوح. تقول لي يا راجل انت فاجر قوي يا عم، انت ده انت فاجر، حد يقول كده برضه؟ مش بتكلم على الاجرام بس، الاجرام بتاعه كله موجود، يعني مفيش اكتر من ازهاق الارواح، لكن هذا القرار بالصيغة دي اللي أعلنت عنها عربي 21 فهو يعني تعدى شوية. نيجي نشوف القرار، وأعتقد ناس كتير من حضراتكم قروه كما قالت مجلة 21، إن أفراد الجيش، مش الجيش والشرطة، لا، أفراد الجيش وعائلتهم، جميلة عائلتهم جدا دي، وعائلتهم لن يتم محاكمتهم او وقوفهم او محاسبتهم او مساءلتهم امام اي جهة مدنية. يعني ما ينفعش يحتجزوا في اسم شرطة، ما ينفعش يتحاكموا امام قضاء مدني في اي جريمة، وقال لك في اي حاجة. يعني انت ماشي في الشارع دلوقتي، فمثلا هو قال لك كمان ايه، اهلهم وذويهم، يعني ذويهم ده انا ما اعرفش هتوصل ايه، ممكن مثلا يكون جوز اخته او مثلا ابن خالته او مثلا صاحبه او عشيقته او عشيقها، يعني اي حاجه ذويهم ما نعرفش، لسه ما حددش. لو حصل مثلا وانت ماشي فاحتك بيك، او انت بصيت له بصه فجي ماسك خبط لك كسر لك دماغك، فساعتها الشرطه ما تعرفش تعمل له حاجه، انت هتتصل بمين؟ بالشرطه. مش حاجة. بيقول لك في حاله الموت او التلبس، يعني في حاله الموت متلبس طبعا ما حدش يعرف يطلع التلبس، لو مت بقى خلاص، يعني لو خد ماك ومت اقصى حاجه في الموت بس، يعني لكن لو انت بتفرفر مثلا او فتح لك دماغك 45 غرزه او حاجه دي مش مشكله خالص خالص، لكن لو موت بقى ساعتها ممكن الشرطه تيجي، لكن هتعمل ايه الشرطه؟ مش هتمسكه، لا، الشرطة ساعتها تقدر في الحالة دي بس تتحفظ عليه في مكانه، لكن ما ينفعش كلب زي الشرطة ده يروح ياخده معاه الاسم، يعني مش هيخش الاسم أصلا، مش هيخش الاسم من أساسه يعني. فالشرطة العسكرية تيجي تاخد الطرفين، يعني ممكن حتى ساعتها تندفن تحت في مثلا في مدفن تبع القوات المسلحة بخير ما دفن الأرض وكده. يعني وبيقول لك ان مفيش اي جهة تقدر تحاسب حد من ضباط الجيش وذويهم، جميلة جدا ذويهم دي، في على اي جريمة يرتكبها خالص، اللي بيحاسبنا الشرطة العسكرية بس كده. وطبعا ده حاجة يعني ما بتحصلش حتى ولا في الاحلام، والفجور هنا في اعلان الكلام ده، ولازم نفكر ونقول هو السيسي اعلن الكلام ده ليه؟ ما هو ممكن بيصدر تعليمات لكلاب الشرطه، ويعني هو في كلب في الشرطه اقصى حاجه، يعني في كلب في الشرطه يعرف يفتح بقه، اي يجي لهم نشرات سريه زي اللي بتيجي دايما بتروح لهم تقول لهم ما فيش اي احتكاك باي زو، ولو حتى جه وواحد طلع لك الكارنيه بتاعك وقال لك ان انا خالي الصول مش عارف مين في الجيش، فانت توطي ايه الحصل وجزمته وهيمشي، ويبقى برضه نشرات سرية للجيش. ليه السيسي يعلنها كقرار؟ دي مهمة، مهمة جدا ان احنا نعرف السيسي ليه بيعلنها قرار. والجيش ليه تاني دايما السيسي كل يعني امتى السيسي يعني
انا مش عارف اقول اللفظ، يعني عاوز اقول لفظ ومش عاوز برضو اتجاوز قوي، يعني عاوز اقول بيعري كل حاجه وبيعرض عليهم نفسه، يعني بينام يقول لك هاي تلك، يعني انا عاوزين تعملوا فيا ايه، انا موافق، انا على بطني اهو. ده امتى بيعمل الكلام ده؟ يعني مديهم بالجزمه على طول لما بيتزنق، لما بيتزنق. فهو السيسي دلوقتي كان ممكن يعمل الكلام ده، لكن هو مزنوق فبيورط الجيش معاه في ورطة لم تحدث قبل كده في التاريخ. بيقول لهم انتم قوة احتلال انكشارية، ملكمش علاقة بالشعب خالص، انتم بعيد كل البعد، عشان ما يجيش واحد ابن نزوة صيفية، خلينا مؤدبين، ابن نزوة صيفية من نتاج مراتب الكاراتيه، من نتاج زنا الشباشب، يجي بعد كده يقول لك اصل ده اخويا واخوك. لا يا روح امك، كده مش اخويا واخوك، مش ده هو لو ضربك بالنار مش هيروح القسم. هو ما قالكش بقى، قال لك الشرطه العسكريه اللي هتعمل، لكن حتى الشرطه المدنيه ما تقدرش ان هي توديه القسم. ده في ايه؟ ده في حاله لو انت غرت في داهيه، انا بتكلم دلوقتي ابناء النزوات الصيفيه. لكن بقى لو حاجه بسيطه مثلا فتح لك دماغك، خد شق لك بطنك او حاجه من الحاجات الصغيره دي البسيطه دي، ده ما ينفعش اساسا ان الشرطه تتدخل اصلا. ما ينفعش الشرطه تدخل اصلا. بعدين قال لك لو هم بره بقى الخناق، لو هم داخلين مصلحه، بيقضوا حاجه، بيقضوا حاجه. شوفوا يا جماعه بيعمل ايه برضو ولاد عمنا، برضو ولاد عمنا اذكياء. يعني بيخش ليه الضابط الجيش اللي موجود في المصلحة، فكده قال اللي احنا بنقوله من زمان، ان كل مصلحة وكل وزارة وكل هيئة اصبح فيها ضابط جيش. اخوانة الدولة يا جماعة، اخوانة الدولة، اخوان صح، بيأخون الدولة، بيروحوا له. فهو بيقول لك بيتعاملوا معاملة خاصة ويتم تسيير الامور ليهم بشكل مختلف بعيد خالص. يعني مثلا انت رايح تعمل رخصة، فوقف في طابور الرخصة، او رايح تدفع الكهرباء، او رايح تدفع مش عارف ايه، او رايح تطلع تصريح اي حاجه، انت واقف في الطابور اهو. فبيخش واحده مثلا، بيكون ضابط الجيش مثلا، لما اخذ انا اسف، يعني بينط عليه، او واحد بيكون بينط على مرات ضابط الجيش، ما هو يعتبره زاويه، يعتبر نسيبه، او اي حاجه من الحاجات بنت الوسخه دي. هيجي داخل هيقول فين الراجل الذكر اللي مسرحكم، هيقولوا له مثلا الصول فلان او النقيب فلان او الرائد فلان على حسب المكان. يجي رايح قال له انا جاي اصلي على البتاع، فيقول لك يلا يا شويه حوش، من يجي موقفهم ويجي باعت له الراجل مخلصه الحاجه وهو قاعد. ده على فكره يا جماعه القانون الكلام ده. هتقولي ما هو بيحصل، ما هو بيحصل عادي، ما هو بيحصل الكلام ده، ما قلناش لا، بس عمره ما كان في قانون، عمره ما كان في قانون. فهو بيقول للجيش دلوقتي مالكمش غيري، يعني انتوا دلوقتي بتدافعوا عن اللي بيحصل دلوقتي، بيقولوا انتوا بتدافعوا عن ايه؟ بتدافعوا عن وجودكم قوة احتلال، انتوا اسياد. المشكلة الوحيدة ان ممكن انت تتورط مع واحد ضابط جيش. طبعا هو هيمشي طبعا من غير نمر عربية، يعني نمر عربية دي جريمة بسيطة جدا بالنسبة لقتل. فايه مثلا انا ابويا ضابط جيش، او اخويا ضابط جيش، او مصاحب ضابطة جيش، ما في منهم نسوان، همشي من رخصة العربية. فيجي يكلمني يقول له جيش بتهزر ولا ايه؟ فهيسيبني ويمشي. فانا بصراحه يعني المفروض يعملوا كده. طيب افرض بقى ثانيه انا ماشي في الشارع فواحد خبطني بالعربيه، فانا نزلت انا ما اعرفش ان هو تبع الجيش، فانا رحت اتكلمت معاه كلمه، فراح اتنرفز مني ويجي مثلا مطلع رصاصه وضربني بيه مثلا، مثلا يعني. وطبعا هو هيكون حريص شويه او قلبه وقع شويه، فما ضربنيش في دماغي، ضربني مثلا في كتفي مثلا، تبقى اصابه يعني بسيطه كده، وما برضو عندهم قلب يعني. طب ما انا كده اتظلمت، يبقى انا لازم من الاول ابقى عارف ان هو ضابط الجيش. فيا ريت طبعا حضراتكم تخلوا كل ضباط الجيش وذويهم يبقى في نفس القرار والقانون، ريشه على راسه ريشه، يبقى حاطين كده على راسه ريشه، بحيث ان انا لما انزل من العربيه ما احتكش بيه اصلا، واخد لي بالك، ما احتكش بيه اصلا. وانت حضرتك ده يا جماعة في إطار رعب السيسي الرهيب من الثورة عليه. وأنا مش شايف أي شكل حقيقي للثورة غير الأشكال الهزلية اللي هم بيطلعوها، اللي هي بدون إعداد. أنا مستغرب قوي، يعني الناس بتكلمني وأنا ما بحبش يعني
يعني اهبط اي حد. لكن الناس بيقول لي وانا يا جماعه موقفي مش معروف، مش انا قلت عمري لن ادعو الى ثوره بلا اعداد؟ يعني انتوا تفضلوا نايمين طول السنه، وكل ما تيجي مناسبه تيجي يلا بقى قول يا باشمهندس الناس ادعو للناس للنزول للتخلص من ايه؟ تخلصوا ازاي يا عم؟ يا عم ما فيش ليه بني ادم من اللي بيدعو لهذه الثورات الهزليه اللي احنا كربناها 100 مره، حاول مره يفكر حتى يطلع لنا بحاجه. يعني لو هو مستكبر ان هو يمشي ورا حد او ان هو يردد ما قاله حد، طب ما تفكر يا عم في حاجه. ايه اللي هيوقف الناس؟ اللي هيوقف الجيش من بطش الناس لو اتجمعوا في حته، لو اتجمعوا في ميدان او في مكان، ايه اللي هيوقفهم؟ ايه مصدر الضغط على السيسي؟ ايه مصدر الضغط على السيسي؟ الناس بتتظاهر وبتصرخ وبتفض طاقتها وبتمشي وبتجري. كام مره كل حد كام الف شهيد لما بطلوا الشغل ده يعني. ف اقرار كامل بان هذا الجيش عصابه احتلال، اقرار كامل. طبعا ما فيش اي بلد في العالم، يعني انا مش عاوز اقول لك ان ممكن مثلا لو انت ماشي وحصل مشكله بينك وبين اي مسؤول، لو الشرطه جت هو بيقف قصاد المسؤول عشان ده حق مدني. لما ابتدوا قال لك القانون اللي هو حمايه افراد الجيش وكده، وكنا بنتكلم طبعا على افراد الجيش مش على ذويهم، وكانوا بيتكلموا على افراد الجيش في القضايا المتعلقه بامن الجيش. يعني مثلا كل ده يا جماعه بفرض ان احنا عندنا جيش. خدوا بالكم يا جماعه ان احنا بنتكلم على هيئه اطهر من فيها مومس. فتخيل كل الكلام ده كله على مومس، يعني كل الحمايه دي على بيت دعاره. تخيل، تخيل بقى لو احنا كان عندنا جيش بيدافع عننا. تخيل ان احنا يا عم سيبك ان هو بيدافع عننا، هيدافع عننا ايه؟ ما هو هيتفشخ، ما كله بيدافع عننا بيتفشخ، بلاش يدافع عننا. تخيل مثلا ايه لو كانت الناس اللي هم كانوا في سانت كاترين لما طلعوا قال لك بنموت من البرد، فالجيش سأل وقال لهم ايه معاكم اجانب؟ فقالوا لا. قالوا طب بتغور في داهيه، وبعديها على طول جم رايحين كانوا بايه راحوا يطفوا الحرائق بتاع تل ابيب. على فكره ده مش كلامي، لو في واحد ابن نزوه صيفيه يقدر ينكر الكلام ده يطلع يورينا. لو ابن نزوه صيفيه يقدر ينكر الكلام ده يطلع يورينا، الكلام ده معلن. فتخيلوا بقى لو كان مثلا الجيش بيبعت لهم طيارات وبياخدهم. سيبك من الحرب دي، حرب منين؟ هو عارفين يحاربوا؟ تخيل لو كان جيش، يعني تخيل لو كان جيش. لا كل هذا الكلام لهذه الانكشاريه، لا الانكشاريه والله ده اسم جميل، يعني كل هذه الكلام لهذه لبيت الدعاره ده، كل الحمايه لبيت الدعاره ده، كل الحمايه ده بيقول ان هو ملوش علاقه بالشعب. طبعا مش هقول لك فوق القانون، هو فين القانون اصلا؟ احنا عندنا قانون عشان حد يبقى فوق ولا تحته؟ واحنا عندنا قضاه ولا احنا عندنا قانون ولا عندنا دستور ولا عندنا برلمان ولا عندنا؟ لا انا بتكلم ان هم منفصلين خلاص، انتوا مش شعب. فلما بنيجي نتكلم على ثوره حقيقيه حق وحقيقي، ما ينفعش حد بقى يقول لي ايه اصل لازم هم يختاروا، لازم افراد الجيش يختاروا. هتختار ايه؟ هو الراجل يوصل لك ازاي ان انت مجرد مومس؟ السيسي يوصل لك ازاي ان انت مجرد معزيه؟ كل دورك انك تقتل، تبيع شرفك، سواء بقى تقتل شعبك، تبيع ارضك، تبيع مش عارف، مقابل منفعه انت مالكش حق فيها، مش بتاعتك، مش بتاعتك خالص. ان انت تبقى فوق قانون مش بتاعتك ولا بتاعتك ولا بتاعت حد. هتعملها ازاي؟ هتعملها ازاي؟ فلما كنا بنتكلم على ثورة المفاصل بنقول ان احنا لما بننزل وبنحاصر مفاصل الدولة انه هيعجز اي جهاز، هيعجز على التصدي ليهم، على التصدي للشعب يعني خالص لو انتشر وبقى في اماكن كتير. وبيوتكم كنا بنقول بيوتكم جنبينا، انا شايف بيتك، ما تشتركش في، مش ما تشتركش انت، ما تشتركش في هيئه بتعتدي على الشعب في اي مكان، لان انت ساعتها مش هتكون امن. ولو ما كنتش موجود في بيتك هتبقى انت المجرم اللي قتل المصري اللي موجود في اي حد. هو بيعمل ايه؟ بيستهدف ايه؟ هو حاسس السيسي ان هو بيقرره الفتره اللي جايه هيستلزم او هيسبب في غضب شديد جدا جدا من الشعب. طب هو عنده مين غير الكلاب بتوعه؟
ما عندوش غير الكلاب بتوعه، فبيقول لهم انا يعني هعمل لكم اي حاجه بس دي معركتكم حتى الموت. فاصبح اللي احنا بنقوله من زمان، اصبح احنا بنقوله من زمان. لكن اللي جاي من نطه خنزير بلدي وجاي يقول لك اصل دول جيشك واصل دول اخويا واخوك واصل دول مش عارف دول الى يعني مزبله التاريخ. ده جيشك انت، جيشك جيشك انت، والله اقسم بالله عمره ما كان غير جيش اركان. من يعني الجيش ده من صاحب مكون 83 طبعا، حوى في اوقات كتير احرار كتير جدا وشهداء كتير جدا، لكن طول عمره قراره مش بتاعه، قراره مش بتاعه، قراره بقى ساعات بيبقى كويس ساعات بيبقى وحش مش بتاعه. لكن في النهايه خالص من قال من منذ استيلاء السيسي على السلطه، فهذا الجيش قيادته بالكامل من تل ابيب، او يمكن حولوه عشان برضه ما ظلمهمش، ممكن وراحوا القدس دلوقتي، ما اعرفش راحوا القدس ولا تل ابيب دلوقتي، انا بتكلم على وزاره الدفاع. النهارده ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت القاهره هتبتدي الغرفه اللي اتكلمنا عليها بتاعت على الكلاب هاوس اللي هي عن ثوره المفاصل. ما فيش حد يا جماعه هينفعك خالص، اللي منتظرين الجيش انتظروا الجيش، لو مش واجد ان فيه لو لم يجد ضغط عليه مش هيتحرك، بالعكس هو في احسن من كده حاجه. هو في الاخر خالص حط على كل واحد، احنا بس كل ناقصه بس قلنا عاوزين يا جماعه تحط على راسك ريشه، عشان وانت يعني لو المواطن المصري ماشي بالعربيه لما يشوف ان في ضابط جيش مثلا خبطه وهو بيقعد، فما يقولوش انت خبطتني ليه او داس عليه، وهو بيطلع في الروح يشكره لحسن يعودوا بالمحاكمه بالقانون على اهله، يقول له احنا لما جيت ضربت ابنك بالعربيه ما شكرنيش، هو ما عرفش ان انا ضابط جيش ولا ايه. وفي الاخر يا ريتهم جيش، الا ما في حد ما خيطهمش، الا ما في حد، اي واحد معدي بيخيطهم ويجري، اي واحد معدي بيخيطهم ويجري ويطلع واحد المسؤول يقول لك يا الله لو رئيس بلدي او جيش بلدي قتلوا ابني قتلوا ابني. شوف يا جماعه الثقافه شوف يا جماعه هما بيربوا موامس ازاي. يجي محمد صبحي يقول لك ايه، والله لو ظبط الجيش عذب ابني وقتل ابني لا هستعوض ربنا ولا تضيع رمله فيك يا مصر. ايه علاقه ابنك وانت ابنك جاسوس؟ مش فاهم ايه علاقه، ايه علاقه ابنك برمله مصر؟ وانت لما رئيس الجمهوريه بيعذب ابنك وبيقتل ابنك ده ايه الحفاظ على رمله مصر خالص؟ لا ده رمله مصر دي معموله عشان ابنك، واخده شرف عشان ابنك بيدوس عليها، عشان احنا بندوس على رملة مصر، واللي هيحافظ على رملة مصر دي ابنك اللي انت بتقول يتقتل، وانت اساسا ما عندكش ابن، وممكن لو انت مخلف ما يطلعش ابنك اصلا، عشان ما فيش عرس زي كده بنبقى عارفين هو اساسا راح فين وخلف مين وما خلفش مين. هو ده هو ده اللي المفروض ان احنا نعيشه. اخر حاجة برضو عاوز الفت النظر ليها دلوقتي، اللي احنا داخلين فيه كل اللي احنا بنشوفه ده كل يوم للاسف الشديد، السكوت ثمنه فادح، كل يوم اسوء، النيل لسه منقص، هو دلوقتي الملء الثالث ابتدوا فيه، السيطره الكامله اللي انت اللي بيتباع ايه دلوقتي؟ الموضه الجديده بيع المواني اللي هو صميم الامن القومي لشركات اجنبيه اسمها امارات. الاسم الحركي بتاع مين؟ بتاع مين؟ ما تقول بتاع اسرائيل. نتقابل النهاردة إن شاء الله اللي متاح فيكم الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على غرفة أصحاب البلد عن ثورة المفاصل، ونشوفكم على خير إن شاء الله.